السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكون بخير بإذن الله. يا ولاد، في الفيديو ده هنكمل كلام عن الـ Identification اللي كنا بدأناه في المحاضرة اللي فاتت. كنا وقفنا يا ولاد عند الـ Sex Determination، سوري الـ Age Determination، عن طريق الـ Skull. وكنا اتكلمنا على السن اللي بيحصل فيه يا ولاد Union للـ Sutures بتاعة الـ Skull، وقلنا برضه ان البيزي اخر حاجه قلناها، يعني ان البيزي اوكسيبت والبيزي سفينويد اللي بيحصل يونيون للسوتشرز بتاعتهم عند 23 سنه، وقلنا ان هو ده سن التخرج عشان يعني تفتكرها. في حاجه بس اخيره ناقصه، ان عند سن اولاد 70 سنه بتبقى كل السوتشرز بتاعت السكال مقفوله، بحيث ان حضرتك لو مسكت السكال بتاعت واحد معدي 70 سنة، يعني مسكتها بعد ما يموت، هتلاقي كل الايه السوتشرز مقفولة، عاملة زي الايه الكورة مقفولة كده على بعضها. خلاص. هو برضو كاتب لي ان هو في سوتشر بيفضل اللي هو ما بين التمبرال والبرايتال، ده ممكن يفضل لحد سن متأخر يعني عقبال ما يموت. في حاجة كمان يا اولاد مهمة، ان السوتشرز بتاعت السكال اللي هي ما بين البيزي سفينويد والبيزي اوكسيبت، دول كده دول بيعتبروهم يا اولاد ان هم ابيفيزيال يونيون، زي ما هنعرف كمان شويه. واحنا هناخد يا اولاد الحكايه دي، ان كل الابيفيزيال يونيون زي ما شرحنا المره اللي فاتت، معنى كلمه ابيفيزيال يونيون بيحصل في الفيميل بدري سنتين عن الميل. يعني هم دول اولاد لو بيحصلوا عند الميل عند 23 سنه، عند الفيميل بيحصلوا سنتين بدري يعني عند 21 سنه. خلاص كده. طيب هنبدا نتكلم النهارده يا اولاد في حاجه جديده اللي هي الاوسيفيك سنترز. بالنسبة بقى أولاد للأوسيفيك سنترز اللي هي مراكز التعظم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إن دي أولاد عبارة عن النواة كده زي بتظهر في نهاية العظم، بيكون نهاية العظم لسه غضاريف ما بقتش عظم، بحيث هتاخدوا الكلام ده في الهيستولوجي، بيبدأ الأوسيفيك سنتر ده يجمع كده ويكون عظم في المنطقة دي، بحيث إن نهاية العظم دي تتحول إلى إيه بون هي كمان، بدل ما كانت إيه كارتليج. خلاص. طيب عايزين بقى نحفظ كده الاماكن بتاع ظهور الاوسيفيك سنتر. اول اوسيفيك سنتر يا اولاد بيظهر في الهيد اوف ذا فيمر عند سن ايه سنه 1 يير. خلاص. هنفتكرها ازاي دي دلوقتي يا اولاد؟ الطفل محتاج ان هو يبدا يمشي، صح كده؟ سن المشي يا اولاد بتاع الطفل بيبدا عند سن سنه، يعني الطفل يا اولاد من سن سنه كده بيقدر يمشي كويس، تمام؟ طيب هل ينفع وهو بدا يمشي كده ان العظمه المهمه دي بتاعه الفيمر دي تبقى ضعيفة، تبقى نهايتها كارتلاج؟ ما ينفعش طبعا، عشان تقدر تشيل وزن جسمه وتتحمله لازم تكون عضل. فاحنا هنفتكر ان الهيد اوف ذا فيمر بيظهر الاوسيفيك سنتر فيها عند سن سنة، اللي هو سن المشي، يعني عشان العظمة تبقى قوية وتقدر تستحمل المشي. خلاص. طيب ما هو ممكن يا اولاد الطفل ده وهو ماشي لسه بيتعلم المشي، صح، يوم يقع على ايده، صح كده؟ زي ما بنشوف الاطفال لسه بيتعلم المشي كده، فهو ماشي يقع على ايده، فلازم برضو بعد ما الاوسيفيك سنتر بتاع الفيمر يظهر، لازم يظهر اوسيفيك سنتر عند المكان اللي هيقع عنده، اللي هو ايه يا اولاد؟ اللور اند بتاع الريديوس. يبقى اللور اند بتاع الريديوس بيظهر فيها الاوسيفيك سنتر عند سن ايه؟ سنتين. يبقى اول واحد وهو بيتعلم المشي في رجله، يبقى الهيد اوف ذا فيمر عند سن سنه. لو وقع على ايده يبقى لازم يظهر اوسيفيك سنتر عند اللور اند بتاعت الريديوس عند سن ايه؟ سنتين. انقل بقى من اللور اند، اطلع على الابر اند بتاعت الريديوس، بيظهر فيها الاوسيفيك سنتر عند سن كام؟ 6 سنين. خلاص. واخر حاجه ان الاوسيفيك سنتر بتاع الابر اند بتاع الالنا الريديوس هي اللي موجوده لاترال، الالنا بقى الابر اند بتاعه بيظهر عند سن كام؟ 7 سنين. يبقى الاوسيفيك سنتر يا اولاد بالترتيب كده مش هننساه ان شاء الله، اول واحده بتاعه الهيد اوف ذا فيمر بتظهر عند سن سنه عشان يستحمل المشي، طب لو وقع على ايده يبقى عند اللور اند بقى بتاع الريديوس عند سن سنتين، وبعدين ننقل من اللور نطلع على الابر اند عند سن 6 سنين، وبعدين الابر اند بتاع الالنا عند سن ايه؟ 7 سنين. في اوسيفيك سنتر بتظهر انترا يوتراين، ودي طبعا هناخدها في شابتر تاني مش في الشابتر. خلاص يا اولاد. تاني جزئيه يا اولاد هنتكلم عليها برضو في تحديد السن، هي موضوع الاوبيفيزيال يونيون اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. قلنا يا اولاد ان نهايات العظم ما بتبقاش لحمه قوي، تبدا تلحم عند سن معين، وكل عظمه بتلحم ليها سن غير التاني، تمام؟ طيب في البدايه كده يا اولاد هنتكلم عن الابيفيزيال يونيون بتاع الابر ليم. طبعا يا اولاد الابر ليم انتوا اكيد تعرفوا الكلام ده، في عظمه اسمها الهيوميروس اهي، وفي عظمتين، واحده موجوده لاترال اسمها ريديوس، واحده موجوده ميديال اللي هي الايه الال. خلاص. الارقام كتيره شويه فاحنا هنحاول مع بعض نسكمها كده عشان ان شاء الله نفتكر. خلاص. طيب تعالوا للهيوميروس. بصوا يا اولاد دي الهيدا اهي بتاعه الهيوميروس،
ودي الهيومرس نفسها، الشافت بتاعتها او العظمه نفسها. فالابيفيزيال يونيون يا اولاد يعني الحته دي بتلحم مع الشافت عند سن كام؟ 20 سنه. خلاص. طيب في حاجه كمان بتحصل عند 20 سنه، انزل كده حضرتك بص، دي الالنا قلنا، ودي الريديوس اللور اند بتاعت الريديوس واللور اند بتاعت الالنا برضو بتلحم عند سن ايه؟ 20 سنه. ففي بصراحه دي السكيما دي مش بتاعتي عشان ما ابقاش غشاش يعني. في دكتوره يا اولاد في الطب الشرعي كانت مسكمه الموضوع ده حلو قوي، كانت بتقول لك ايه المكان بتاع الساعه وبتاع الشنطه. انت لما بتوصل 20 سنه بتبدا بقى ايه، ربنا يكرمك كده ويبقى معاك فلوس، فتلبس ساعه وشنطه هي شايلها على كتفك تروح بيها الكليه ولا حاجه. فدول بيحصلوا عند 20 سنه. الشنطه اللي هي المكان اللي بيتشال على الشنطه اللي هو الكتف، صح كده، اللي هو الهيد بتاعه الهيومرس. والساعه المكان اللي بتلبس فيه الساعه اللي هو اللور اند بتاع الريدياس وبتاع الالنا، الحاجتين دول بيحصلوا عند سن ايه؟ 20 سنه. خلاص يا اولاد، بس السكيمات دي مش بتاعتي عشان ما حدش يقول لي انت بتغش السكيمات بتاعت حد. دي فعلا دي الوحيده يعني انا غششها، لكن الباقي احنا اللي قايلين. طيب تعالى بقى عند المنطقه بتاعه الالبو او منطقه الكوع. انا عايزك تفتكر الكلمه دي مني وما تنساش بعد اذنك، ان الكوع 14 والركبه هناخدها كمان شويه 21. ما تنساش بقى الكلمتين دول، الكوع 14 والركبه ايه 21. يعني ايه اللور دي الهيومرس يا اولاد؟ اللور اند بتاعتها فيها حتتين كده، حته يا اولاد موجوده ناحيه اللاترال اسمها كابيتيولم، اسمها ايه؟ كابيتيولم. وحته موجوده ناحيه الميديوم اسمها ايه؟ تروكليا. انا ما اعرفش الكلام ده انتوا فاكرينه من الاناتومي ولا لا، بس ايه نفتكره مع بعض. خلاص، الكابيتيولم دي بتبقى موجوده لاترال كده، بتبقى حته مدوره شويه، والتروكليا دي تبقى حاجه عامله زي البقره كده اولاد، الراس بتاعه الالنا بتركب فيها. خلاص. فالمهم بقى دول التروكلا والكابيتولم، احنا بنقول الكوع كام؟ 14. ها يبقى اللي بيلحموا الاثنين دول مع بعض التروكلا والكابيتولم عند سن كام؟ 14 سنه. الاثنين بيلحموا مع الشافت بتاعه الهيومرس عند سن كام؟ زي ما حضرتك شايف 15. يبقى مترتبين اهو ورا بعض، هنبدا الاول ب 14 وبعدين 15. اللاترال بص يا اولاد، الحته اللي بارزه دي اسمها اللاترال، موجوده ناحيه اللاترال ايبي كوندايل. لاترال ايبي كوندايل بتلحم عند كام؟ 16 سنه. ماشيين بالترتيب اهو 14 15، يبقى دي 16 سنه. الميديال ايبي كوندايل بتلحم عند سن كام؟ 17 سنه. خلاص يا اولاد، يبقى احنا الكوع لو افتكرنا كده ان هو 14 هنبدا ب 14. تروكلا والكابيتولم بيلحموا عند بعض مع بعض عند 14 سنه، لحموا مع الشافت بتاعت الهيومرس عند سن 15 سنه، لحموا مع اللاترال ايبي كون سوري اللاترال ايبي كوندايل بيلحم مع الشافت عند سن 16، والميديال عند 17. وبعدين هناخد مقص، يعني اللاترال ايبي كوندايل اهو، يبقى هنخش كده مقص الابر اند بتاعت الالنا بتلحم برضو عند سن 16، يبقى 16 هنا و16 هنا، برضو مقص من هنا، يعني ميديال ايبيكوندايل بيلحم عند 17 سنه، والابر اند بقى بتاعت الريديوس بتلحم عند كام؟ برضو 17 سنه. يبقى 16 ده اللاترال ايبيكوندايل والابر اند بتاعت الالنا، و17 ده الميديال ايبيكوندايل والابر اند بتاعت الريديوس. خلاص كده يا اولاد، دول سهلين هنرجعهم دلوقتي، بس ايه يعني ان شاء الله يكونوا ايه نفتكرهم. طيب الايد يا اولاد اللي هي بقى دي يا اولاد، في عظم هنا موجود عند الرسغ المنطقه بتاعت الريست اسمها ايه؟ كاربال بون، صح كده. ففي عظم اللي هو موجود يا اولاد في مشط الايد ذات نفسها اسمها ايه؟ ها ميتاكاربال بون. والسلاميات بتاع الصوابع اسمهم ايه؟ فالانجيز. يبقى عندنا ميتاكاربال ثم فالانجيز، الاثنين موجودين في كف الايد. فاكرين يا اولاد الحكايه اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين، يقول لك ايه ان في خطين كده، وان ده 18 سنه و 18 ومش عارف ايه، وان ده الرقم بتاع اسم الله الحسنى والكلام ده. لو بصيت في ايدك كده هتلاقي خط كده وخطين كده، صح يا اولاد؟ 18. فده هيفكرنا، ده هيفكرنا يا اولاد ان الابيفيزس بتاعت سواء الميتاكاربال او الفالانجيز بيلحموا عند سن كام؟ 18 سنه. تعالوا نكتبها جنبها. خلاص ماشي يا اولاد، ما ننساش بقى الكلام ده ان شاء الله ايه احنا سكناه عشان يبقى سهل باذن الله معانا. خلاص ماشي يا اولاد، تعالوا نراجع كده على الابر ليمب واحده بقى. يبقى هنفتكر يا اولاد الساعه والشنطه اللي هي الابر اند بتاعت الهيومرس، واللي هو الاند بتاعت الريديا وبتاعت سوري الريديس والالنا عند كام؟ 20 سنه. يبقى الساعه والشنطه، المنطقه بتاعت الشنطه اللي هي الابر اند بتاعت الهيومرس، والمنطقه بتاعت الساعه اللي هو اللور اند بتاعت الريديس والالنا عند سن كام؟ 20 سنه. الكوع هنفتكر 14، والركبه هنجيلها كمان شويه 21. ها الكوع 14 يعني التروكلا والكابيتولم، ها بيحموا مع بعض عند سن 14 سنه، ومع الشافت بتاعت الهيومرس عند سن 15، اللاترال ايبيكوندايل عند 16، والميديال ايبيكوندايل عند 17 سنه. هناخد مقص، يبقى اللاترال ايبيكوندايل يبقى مع الابر اند بتاعت الانا عند سن برضو 16 سنه،
الميديا اللي بيكون دايل عند سن 17 سنة، ومعايا مقص الابر اند بتاع الايه الريديس. خلاص الايد هنفتكر رقم 18 اللي موجود في ايدينا كلنا في كف الايد، يعني الابيفيزز سواء بتاعه الميتاكاربال او الفالنجيز، كل الحاجات بتاعه الايد سواء الصوابع او الايد ذات نفسها، الميتاكاربال والفالنجيز عند سن كام زي ما اتفقنا مع بعض؟ عند سن 18 سنه. خلاص يا اولاد خلصنا كده مع بعض الكلام عن الابر ليم. طيب هنبدا بقى نتكلم يا اولاد عن العظم بتاع اللور ليم. في الاول يا اولاد العظمه بتاعه الايه البيوبيك بون اللي هو الجزء ده كده، اللي هي سوري اسمها الهيب بون اللي هي عظمة الحوض، بيبقى موجود واحدة يا ولاد ناحية اليمين، واحدة تانية بتقابلها ناحية الشمال، والاتنين بيقفلوا على بعض ويعملوا لي عظم الحوض. كويس، اعتقد يعني الكلام ده انتوا عارفينه من الاناتومي بس عشان لو حد ايه ناسي. اوكي طيب العظمة دي يا ولاد بتبقى عبارة عن ثلاث اجزاء، فاحنا بقى هنمشي كده ايه حتة حتة. الحتة العظمة اللي فوق دي يا ولاد هي بتبقى عظمة ايه زي حرف ال ال كده زي ما حضرتك شايف، اجيب لكم ليها صورة برضو عشان اللي مش فاكرها. اه يا ولاد كده بالمنظر ده بيبقى عندنا ايه تو هيب بون، دي واحده هيليوم مادي وواحده بتقابلها من اليمه التانيه، وورا بيبقى عندنا السكرم بيقفلوا كده الايه يبقى عندنا الحوضه. كويس، بيركب في الهيب بون من اليمه مادي دي الفيمر اهي اللي هي العظمه بتاعه الفخذ، والفيمر اهي من الناحيه التانيه، وكده ايه خلاص اللي هو الليمب بيبدا يتكب. خلاص طيب فاحنا هنبدا نتكلم عن دي كده اللي هي اسمها ايه الهيب بون. خلاص طيب زي ما حضرتك شايف كده المنظر. طيب لو بدأنا يا ولاد بأول جزء دي الإليك بون زي ما اتفقنا، ودي كده اسمها الإليك كريست اللي هي الحافة اللي فوق دي. فالإبيفيزيال يونيون يا ولاد بتاع الإليك كريست بيحصل عند سن زي ما حضرتك شايف كده إيه 23 سنة. هنفتكرها يا ولاد إن القاع بتاع الجمجمة اللي هي البيزي أوكسيبت والبيزي سفينويد زي ما احنا كنا قايلين بيحصل عند 23 سنة أهي، وبيقابلوا الإليك كريست أهو طالع له عند كام؟ هو كمان 23 سنة. خلاص يبقى أول حاجة عرفناها إن الإليك كريست عند كام؟ 23 سنة. الإس تي كريست هنفتكر إن في حاجة هناخدها كمان شوية اسمها سترنال إند أوف كلافيكل، برضه بتحصل عند 23 سنة بس خليها لما نوصل لها. خلاص بس أنا إيه بفكرك فيه. طيب هنا يا أولاد كده موجود زي تجويف كده ولاد اسمه الاسيتابيولوم، بيبقى موجود هنا كده بالمنظر ده، بيبقى التقاء الثلاث عظمات دول مع بعض اللي هي البيوبيك بون دي اللي بتبقى موجوده اليمادي، الالياك بون اللي فوق، والاسكال بون اللي هي بتبقى موجوده اليمادي كده، بيبقوا عاملين زي الواي شيب كده سوتشر زي ما حضرتك شايف اهو كده المنظر ده. فاحنا هنفتكر 5 و5 و5 يبقى مش هما ثلاث عظمات، يبقى السوتشر ده بيلحم عند سن كام؟ 15 سنه. اتفقنا؟ يبقى خدنا اول حاجه فوق الاليك كريست بتقابل البيزوس اسكال 23 سنه، الواي شيب سوتشر الموجود في الاسيتابيلم بيلحم عند سن كام؟ 15 سنه. اتفقنا؟ طيب الاسكيال تيبروزيتي يا اولاد بيبقى زي بروز كده بيبقى موجود في الجنب، مش هنشوفه من هنا كده، بيبقى موجود من اليم، هو مكان يا اولاد القعده يعني عشان حضرتك تبقى فاهم مكان ما حضرتك بتقعد كده، ده بيلحم عند 21 سنه وليها سكيما كده هنقولها كمان شويه. هنا برضه يا ولاد دي العظمة بتاعت البيوبك دي كده، ودي الاسكيال بون بتبقى موجودة تحت، فبيبقى في ريماس كده يعني زي دراع كده بتاع الاسكيال بون ودراع بتاع البيوبك بون، الاتنين التوري ماي دول بيلحموا عند سن كام زي ما حضرتك شايف كده؟ 6 سنين. خلاص طيب تعالى نقولها بقى مرة كده متجمعة على بعضها، يبقى الإلياك بون الكريست بتاعتها عند 23 سنة، الاسكال تيبروزيتي اللي هي البروز اللي في الجنب ده عند 21 سنة، الواي شيب 5 و5 و5 يبقى عند 15 سنة، بيوبيك والاسكال ريمس عند سن كام؟ 6 سنين. خلاص مش احنا قلنا يا ولاد ان الاسيتابلم التجويف ده بيركب فيه الهيد بتاعة الفيمر، احنا كنا قايلين الاسيتابلم السوتشر ده عند كام؟ 15 سنة، يبقى هننزل على الهيد اوف ذا فيمر هنبدأ بسن 16 سنة. بصوا يا ولاد الفيمر في حته فيها كده بروز صغير اسمه الاسر تروكانتر اللي هو ده كده، وفي واحد كبير جريتر تروكانتر، وعندنا الايه الجزء ده اللي هو الهيد بتاعتي، احنا عندنا الهيد اوف ذا فيمر، عندنا الاسر تروكانتر، عندنا جريتر تروكانتر. مش احنا كنا قايلين اخر حاجه كده الاسيتابلم 15 سنه ده بيركب فيه، يبقى 16 سنه بعده على طول اهو، وبعدين 17 و18 سنه، يبقى الليسر تروكانتر 16، جريتر تروكانتر 17 سنه، والهيد اوف ذا فيمر عند 18 سنه. زي ما كنا عاملين برضه اولاد في الابر ليمب، مش الهيد اوف بتاعه الفيمر عند سن 18 سنه، في عظمتين تحت اللي هما في قصبة الرجل اللي هما التيبيلا اند فيبيلا، تيبيا اند فيبيلا صح؟ اللور اند بتاعتهم برضو عند 18 سنة، يبقى 18 ده الهيد بتاعة الفيمر و18 ده اللور اند بتاعة التيبيا اند فيبيلا.
خلاص. مش احنا كنا قايلين يا اولاد حول الركبه، الركبه كانت 21، فاكرين كنا بنقول الكوع 14 والركبه اهي، الركبه جت اهي 21. الركبه دي يا اولاد اللي هي المنطقه بتاعت اللور اند بتاعت الفيمر، دي الفيمر اهي ودي اللور اند بتاعتها، والابر اند بتاعت التيبيلا، التيبيا والفيبيلا. كل الكلام ده بيلحم عند سن كام؟ 21 سنه. خلاص، فانا كاتب لك جنبها كده عشان ما تنساش، الركبة ومكان القعدة 21. الركبة وفهمناها اللي هو اللور اند بتاعة الفيمر، اور اند بتاعة التيبيا والفيبيلا عند 21 سنة. مكان القعدة بقى اللي هي الاسكال تيبروسيتي، فاكرين اهي عند 21 سنة عشان ما ننساش. يبقى حوالين الركبة او الركبة ومكان القعدة 21 سنة، اوعى تنساها لو سمحت. خلاص، الابيفيز اللي هي اليونيون بتاع الفيت زيه زي الهاند، فاكرين يا اولاد منظر الايد ال 18 اللي كانت في الايد، يبقى برضو الابيفيزيال يونيون بتاع الفيت بيحصل عند 18 سنه. خلاص كده يا اولاد. طيب فاضل بس يا اولاد اخر حاجه عظمتين صغيرين اللي هي عظمه اسمها الهايويد بون، ده مكانها كده لو حضرتك بصيت، دي الثايرويد كارتليج اهو موجود في الرقبه وموجود فوقيه الهايوت بون كده زي ما حضرتك شايف، ده منظرها وهي اهي لوحدها. بيبقى لها اولاد زي قرن كده طويل وقرن صغير، بيقولوا عليه ده ليسر كورني وده جريتر كورني، تمام كده، بتبقى منظرها موجوده كده في الرقبه. طيب فهو بيقول لي ان الجريتر كورني اللي هو ده كده بيلحم مع البودي عند سن كام زي ما حضرتك شايف؟ 40 سنه. طيب عشان ما تنساهاش، انت بتبقى اتخنقت امتى بقى؟ تكون اتخنقت وزهقت بقى من الشغل ومن الدراسه ومن كل حاجه عند سن 40 سنه، حتى الراجل حاطط ايده على رقبته هو مخنوق، فانت افتكر مكان الرقبه اللي هو الهايويد بون عند سن كام؟ 40 سنه. الجريتر كورني بيلحم عند مع البودي عند سن ايه؟ 40 سنه. خلاص. طيب اخر عظمه يا اولاد وهي عظمه الكلافيكل زي ما اللي هي الترقوه بالعربي، انا يعني برضو بفكركم عن حاجات من اناتومي عشان ما اعرفش انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا. فالكلافيكل يا اولاد ليها تو اند، دي الاسترنم اهي، ففي يما بتمسك مع الاسترنم، دي الجزء ده يا اولاد اللي هو الاسترنال اند بتاع الكلافيكل بيلحم عند سن 23 سنه، فاكرين لما كنا بنقول ايه هي كريست واسترنال اند بتاعة الكلافيكل، فاكرينها كنت كاتبها لكم فوق، بتلحم عند سن كام؟ 23 سنة، فاكرين؟ أهو يبقى احنا كنا قايلين الإليا كريست مع البيزو ذا سكال 23 سنة، قايل لك الإليا كريست ستيرنال إند بتاعة الكلافيكل هي كمان عند 23 سنة. خلاص، في عندنا بقى أولاد الطرف البعيد بتاع الكلافيكل بيبقى متحد مع أو ماسك مع حاجة اسمها الأكروميون، ده عظمة بتاعة الإسكابيلا جزء منها يعني، فده اسمه أكروميال إند اللي هو الطرف البعيد. رسم لك خويا الايد والرجل، يعني السن بتاعها زي سن الايد وزي سن الرجل، فاكرين منظر الايد اللي هو كام؟ 18 سنه. يبقى عندنا الكلافيك الحته دي، سترنال اند زي الاليا كريست عند سن 23 سنه، والاكروميال اند عند زي الايد والرجل عند سن كام؟ 18 سنه. كده يا اولاد احنا خلصنا الجزء بتاع الايدج ديترمينيشن بمساعده البود. تعالوا كده اما نراجع الكلام اللي احنا قلناه فيه لحد دلوقتي. احنا كنا قلنا يا ولاد اول حاجه الاوسيفيك سنتر بتاع الابر اند بتاعه الفيمر، قلنا عشان الواد يبدا يمشي عند سن سنه ولو وقع على ايده يبقى اللور اند بتاعه الريديوس عند سنتين، ابر اند بتاعه الريديوس عند سن 6 سنين، والابر اند بتاع الالنا عند سن 7 سنين. بدانا نتكلم بقى على الابيفيزيال يونيون، مسكنا الابر ليمب، قلنا مكان الساعه ومكان الشنطه، الشنطه اللي هو الابر اند بتاعه الهيومرس، والساعه اللي هو اللور اند بتاع الالنا وبتاع الريديوس قلنا عند سن كام؟ 20 سنه. الساعه والشنطه عند 20 سنه، وقلنا يا اولاد الكوع عند 14 عشان نفتكرها، والركبه عند 21. الكوع عند 14 يعني التروكليا اللي هو الجزء ده والكابيتيلم بيلحموا مع بعض عند 14 سنه، ومع الشافت بتاع الهيومرس عند سن 15 سنه، لاترال ايبيكوندايل عند 16 وميديال ايبيكوندايل عند 17 سنه، يبقى بيلحموا مع بعض 14 مع الشفت 15، لاترال 16 وميديال عند 17 سنة. خدنا مقص اللاترال ايبيكوندايل يبقى الابر اند بتاع الالنا عند سن 16، الميديال ايبيكوندايل 17 يبقى الابر اند بتاع الريديوس عند سن 17 سنة، وما تنساش الساعة والشنطة عند 20 سنة، الساعة والشنطة عند 20 سنة. قلنا أولاد الإيد اللي هي الإبيفيزيال يونيون بتاع سواء الميتاكاربال أو الفلانجيز، افتكر منظر الإيد 18 سنة. اتكلمنا بقى على اللور ليمب، قلنا زي اللور السكال الحاجات اللي في البيز وذا سكال والإليا كريست عند سن 23 سنة، الأسيتابيلم الواي شيبد ده بيقفل عند 15 سنة، الإسكال تيبروزيتي قلنا عند 21 سنة، قلنا أولاد الركبة ومكان القعدة أهي مكان القعدة 21 سنة، والبيوبيك ريمس والإسكال ريمس عند سن 6 سنين.
بما ان الاسيتابولم ده عند 15 هناخد الرقم اللي بعده 16 ونبدا فيه الحاجه اللي بتركب فيه اللي هي الهيومرس. ليسر تروكانتر جريتر تروكانتر هيت 16 17 18. 18 ده الابر اند خالص بتاع الفيمر اللي هي الهيت بتاعه الفيمر، ننزل على اللور اند بتاع تيبيا والفيبيلا عند 18 سنه برضه. الركبه حوالين الركبه 21 بقى 21 ده الركبه ومكان القعده، قلنا الابر اند بتاع التيبيا والفيبيلا واللور اند بتاعه الفيمر، وقلنا الهاندز الفيت 18 سنه. قلنا اولاد الهورن الهورد او الكورنيو بتاع الهايويد بون، خلاص انت حاطط ايدك على رقبتك زهقت عند 40 سنه. وقلنا كلافيكل لها اولاد ستيرنال اند ناحيه الاسترنم، ولها اكروميال اند ناحيه الاكروميوم بتاع السكابل. ستيرنال اند زي الالياك كيرست عند 23 سنه، والاكروميال اند رسم لك فيها ايد ورجل عشان تفتكر 18 سنه زي الإيد.